بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم بوضعية جديدة من وضعيات الخاصة بتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. الوضعية تقول: اشترى فاكهاني، الفاكهاني هو الذي يبيع الفاكهة، 16 صندوقا من التفاح ب840 دينارا للكيلوغرام الواحد. ركز جيدا، 140 دينار للكيلوغرام الواحد وليس للصندوق الواحد، وثمانية صناديق من الخوخ بثمن 185 دينار للكيلوغرام وليس للصندوق، حذاري. سؤال: ما هو ثمن شراء التفاح علما أن وزن الصندوق الواحد 12 كيلوغراما؟ ما هو ثمن شراء الخوخ علما أن وزن الصندوق الواحد 18 كيلوغراما؟ باع التفاح بثمن 240 دينار للكيلوغرام الواحد، وباع الخوخ بثمن 260 دينار للكيلوغرام الواحد. ما هو المبلغ الذي تحصل عليه الفاكهاني من بيع التفاح والخوخ معا؟ كم ربح الفاكهاني؟ قبل ما نشرع في حل هذه الوضعية الإدماجية، لابد عليك عزيزي التلميذ أن تقرأها جيدا، تقرأها مرات ومرات 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 لتفهمها جيدا، وبعد ذلك تجزئها إلى وضعيات جزئية. لاحظ هنا كما راك تشوف هنا عزيزي التلميذ، راني ملون بعض الأسطر باللون الأخضر والبعض الآخر باللون الأحمر. إذا هذيك اللي راهي ملونة باللون الأخضر تخص التفاح فقط، واللي راهي ملونة باللون الأحمر تخص الخوخ فقط، أما اللي راهي ملونة باللون الوردي فهي عبارة عن أسئلة. لاحظ عزيزي التلميذ، نقرأ غير الأسطر الخضراء والسؤال. اشترى فاكهاني 16 صندوقا من التفاح، 16 صندوق بثمن 140 دينار للكيلوغرام، ما قلناش بثمن 140 دينار للصندوق، كاين بعض التلاميذ يحسبوا للصندوق ويضرب 140 في 16، خطأ. الآن بما أنني قريت السطر الأول الأخضر، نرجع للسؤال: ما هو ثمن شراء التفاح؟ هنايا ما نطيقش نصيب ثمن شراء التفاح حتى نعرف وزن الصندوق الواحد، إلا كنصيب وزن كل التفاح، حتى نصيب وزن كل التفاح باش نعرف ثمن شراء التفاح. إذن الآن عندي وزن، هو شراء 16 صندوق وكل صندوق يوزن 12 كيلو، إذن باش نعرف وزن التفاح في 16 صندوق ما هكذا، 12 في 16 ونصيب 192 كيلوغرام. إذن هذه 192 كيلوغرام هي وزن التفاح، إذن وزن التفاح هو 192 كيلوغرام. الآن هنا باش نحوس على ثمن الشراء سهل، عندي 192 كيلو وشرى كل كيلو ب 140 دينار، شرى كل كيلو ب 140، نعم شرى كل كيلو ب 140 دينار، إذن 140 دينار في 192 كيلو غرام لكي أجد ثمن شراء التفاح، إذن 192 في 140 ونصيبه 26,880 دينار، إذن هذا هو ثمن شراء التفاح. الآن وجدنا وزن التفاح وثمن شراء التفاح. كما قمنا بإجراء هذه العمليات بالنسبة للتفاح، بنفس العمل نقوم به من أجل إيجاد ثمن شراء الخوخ. الآن السؤال السطر الرابع: ما هو ثمن شراء الخوخ علما أن وزن الصندوق الواحد 18 كيلوغرام؟ إذن هو شراء 8 صناديق من الخوخ، كل صندوق يوزن 18 كيلو، إذن الصندوق الأول 18 كيلو والثاني 18 والثالث 18 كيلو إلى آخره، إذن 18 كيلو غادية تتكرر 8 مرات، إذن العملية تقول 18 في 8 ونصيبه 144 كيلوغرام، إذن هذا هو وزن الخوخ. الآن ننتقل إلى المسألة أيضا. الآن ما هو ثمن شراء الخوخ علما أن وزن الصندوق الواحد 18 كيلوغرام؟ إذن الآن نصبنا 144 وزن الخوخ، وراه شراء 185 دينار للكيلوغرام الواحد، إذن 144 في 185، 185 في 144 ونصيبه 26,640 كيلوغرام، إذن هذا هو ثمن شراء الخوخ. الآن قبل ما ننتقل للأسئلة الأخرى، إليك لي أجد ثمن شراء التفاح والخوخ معا.
هاش حال شرى التفاح 26880 وشراء الخوخ ب 26640 دينار. الان نجمع ثمن شراء التفاح وثمن شراء الخوخ. لاحظ معي، هو السؤال يقول لك ما هو المبلغ الذي تحصل عليه الفكاهي من البيع قبل ان اجد ثمن البيع يليق لي انصيب ثمن الشراء. اذا 26880 تاع التفاح زائد 26640 تاع ثمن شراء الخوخ، ونصيبه ونصيبه 53550 دينار. إذن هذا هو ثمن شراء التفاح والخوخ معا. نعود إلى المسألة أو الوضعية الإدماجية. ما هو المبلغ الذي تحصل عليه الفكهاني من بيع التفاح والخوخ معا؟ احنا صبنا ثمن الشراء، صبنا ثمن الشراء. لاحظ معي، راه يقول لك باع التفاح، السطر الخامس باع التفاح. الان هنا بينحوسوا على ثمن البيع، نروحوا باع التفاح بثمن 240 دينار. عندي الوزن، الوزن هو 192، لكن نرجعوا له في الحل. اذا 192 في 240 لكي اجد ثمن بيع التفاح. هكذا 240 هو ثمن الكيلوغرام الواحد اللي باع به، في 192 كيلوغرام، اذا نصيبه 26080 دينار. اذا هذا هو ثمن بيع التفاح، هذا هو ثمن بيع التفاح. نعود ايضا للوضعيه، وباع الخوخ دائما في السطر الخامس، وباع الخوخ بثمن 260 دينار للكيلوغرام الواحد. هو شحال عنده؟ هو عنده 144. لاحظ معي السطر الثالث، وزن الخوخ هو 144 دينار. اذا العمليه اللي نديرها 260 هو ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من الخوخ، في 144 انصيبه 37440 دينار. اذا هذا هو ثمن بيع الخوخ. الان نرجع للسؤال اللي طاوه لنا، ما هو المبلغ الذي تحصل عليه الفاكهاني من بيع التفاح والخوخ معا؟ الان شنديرو؟ ثمن تاع الخوخ، ثمن بيع التفاح زائد ثمن بيع الخوخ، نجمعوهم هكذا. اذا 46080 دينار تاع ثمن بيع التفاح زائد 37440 تاع ثمن بيع الخوخ، نصيبو 83520 دينار. اذا هذا هو المبلغ الذي تحصل عليه الفكهاني من بيع التفاح والخوخ معا. هكذا. الآن نرجع إلى الوضعية. السؤال الأخير يقول لك كم ربح الفكهاني؟ كم ربح الفكهاني؟ دائما عزيزي التلميذ باش تصيب الربح يلاق لك نديرو ثمن الشراء ناقص ثمن البيع، ثمن الشراء ناقص ثمن البيع. هكذا ثمن شراء التفاح هو 53520، وثمن بيع التفاح والخوخ معا هو 83520. هنا نديروا عملية الطرح هكذا، ثمن الشراء أو ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، نصيبه 30000 دينار. إذن هذا هو المبلغ الذي ربحه التاجر، ربح 30000 دينار. تلاحظون أني ما درتش العملية العمودية لأنني عندي ضيق شوية في هذه الشريحة، ونوصيكم دائما العملية العمودية تقابلها العملية الأفقية والجواب تاعها. أنا ما درتهاش بسبب كان عندي الضيق هنايا، وباش ندير كل الحل في شريحة واحدة. أتمنى عزيزي التلميذ أن تكون قد فهمت هذه الوضعية، وأطلب منك أن تكتبها على الكراس وتعيدها وتعيد الحل عدة مرات، وكل مرة لابد عليك أن تستأنس بالحل الموجود على هذه القناة لكي تكتسب مهارة في حل الوضعيات الإدماجية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.